مهلب بس يزيد بن المهلب بن أبي صفرة قائد من قواد بني أمية. أي نعم، مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أم المحراب مروان، وين الدنيا وين أهلها كما يقولون. يقول يزيد وهو وابنه يمشيان في فلاة، فعطش جاع، يقول لابنه التمس لنا مكانا نتبلغ فيه ناكل نشرب. وبينما هما كذلك إذ بخباء على مسافة قصيرة توجه إليه وامرأة عجوز. وش الخباء؟ خباء يعني خيمة صغيرة. فجاءوا، السلام عليك يا أمة الله، أهلا بكم. عادت يعني سبحان الله بعض النساء يعدلن رجالا. أهلا بكم، تفضلوا، أهلا وسهلا، المي واذبحوا لكم عنزة وكلوا. يقول أكلوا، أكل الاثنين وشبعوا، يعني من يعني ارتووا من ظمأ. فيقول يزيد لابنه شوف ما أحلى الخصائل الجميلة، إن إذا اشتد الزمان وناب خطب وادلهم ألفيت حول بيوتنا عدد الشجاعة والكرم، للقى العدا بيض السيوف وللندى حمر النعم، هذا وهذا دأبنا يودى دم ويراق دم. ما معك من النفقة من شان يكافئ العجوز يزيد؟ هي ما تعرف أنه ابن المهلب ابن القائد العظيم. قال له هل معك من النفقة شيء؟ قال له عندي 100 دينار. قال له ادفعها لها. يا أبتي هذه كثيرة عليها، ما كانت العنزة تساوي شيء، هذه كثيرة عليها، ثم إنها لا تعرفك. قال يا بني ادفعها لها، فإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف بنفسي، والله يعرفهم، وإن كانت كثيرة عليها فهي قليلة في حقنا. شوف ما أحلى أخلاق وشيم المسلمين العرب، كيف كان يتعاملون. هذا الخلق اللي إحنا نريده واللي وصف به نبيه، وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم. الله يجزاك خير محمد، ارفع قدرك بيض وجهك أبو عمر.